مساء الخير أعزائي المشاهدين في كل مكان، وأهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من رأي عام الرمضاني. وطبعا ضفنا الكابتن حسام البدري. البدري لاعب ومدرب فرض نفسه بوضوح على الساحة الكروية المصرية والعربية والأفريقية، حتى أنه أصبح أحد أفضل المدربين في مصر وأفريقيا. بيقود الأهلي إلى منصات التتويج وبات متخصصا في هذا الأمر. نجح الكابتن حسام البدري في قيادة الأهلي للفوز بدرع الدوري هذا الموسم 2017-2018 بعد مسيرة رائعة من الانتصارات والأرقام القياسية اللي توجت الفريق في النهاية بطلا للمسابقة المحلية للمرة 40 بسم الله ما شاء الله في تاريخ النادي. النادي الأهلي يغرد ببطولة الدوري بعيدا عن أقرب منافسيه. حسام البدري وصل للبطولة التاسعة مع الأهلي كمدير فني، فاز مع الفريق بثلاث بطولات دوري ممتاز، بطولة دوري أبطال إفريقيا، بطولة سوبر أفريقي، بطولة كأس مصر، إلى جانب ثلاث بطولات كأس سوبر محلي، بشكل جعله من أفضل المدربين اللي تولوا تدريب النادي الأهلي عبر تاريخه الطويل. كابتن حسام البدري اهلا وسهلا بحضرتك وكل سنه وانت طيب. اهلا بيك يا استاذ عمرو، كل سنه وانت طيب والشعب المصري طيب، كل عام انتم بخير والامه العربيه بخير يعني. وانت بألف خير. كابتن حسام، يعني بعد الانجازات اللي احنا اتكلمنا عنها في المقدمه دي، ايه اللي باقي لك؟ والله طبعا في البدايه يعني بشكرك على المقدمات ورصد البطولات، لكن اكيد وبكل اللي حوالينا سواء محليا أو عالميا، مفيش مدرب بيكتفي بأي حاجة بيعملها أو إنجازات بيحققها، أكيد بيبقى عنده طموح آخر، وبالذات لما بتكون في مكان كبير وصرح كبير زي النادي الأهلي طموحك لا تتوقف طبعا، بمجرد ما بتنتهي من بطولة بتبص للبطولة اللي بعديها، وبعد كده بتبص لحاجات طبعا عاوز تنجزها وتضيفها إلى النادي وإلى الصرح العظيم ده. يعني كل الناس السنة دي بتتكلم على بطولة أفريقيا، وبتتكلم على بطولة أفريقيا، بتتكلم على كأس العالم للأندية وتحقيق مركز في كأس العالم للأندية، فطموحات الأهلي لا تتوقف يعني. وطموحات حسام البدري اكيد يعني اكيد، بدم اتربيت في المكان ده اتعلمت وتربيت ان انا ما عنديش طبعا برضو طموحات او سقف للطموحات، لكن اكيد بتمنى من ربنا طبعا تكرير الفوز ببطولة افريقيا، وفعلا التواجد في كاس العالم بشكل افضل وبمركز افضل وباداء افضل ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. يمكن من ضمن الارقام القياسيه اللي احنا ما ذكرناهاش في المقدمه، انه خط هجوم النادي الاهلي في بطولة الدوري اللي فاتت دي كان اقوى خط هجوم. هو زي ما احنا عارفين يمكن على مدار تاريخ الدوري العام المصري فريق ترسانة كان محقق اكبر نسبة اهداف في تاريخ الدوري المصري، لكن الحمد لله قدرنا السنة دي ان احنا نتجاوز هذا العدد، وافضل حققنا عدد افضل، وكمان بنحاول في النقاط ان شاء الله، يعني باذن الله ربنا يسهل ان شاء الله في النقاط كمان، على اساس تبقى دي برضو من الارقام اللي احنا قدرنا نحققها السنة دي ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. ويمكن ده كله هل نقدر نقول انه بينفي عن الكابتن حسام البدري صفته اللي البعض بيطلقها عليه انه مدرب دفاعي شويه؟ لا، انا ما ينفعش تقال عليه مدرب دفاعي، لان وكمان يعني حته ان يتقال مدرب دفاعي بس او مدرب كورته مفتوحه، يعني بيحب يلعب الجيم المفتوح، او اعتقد كل ده بيبقى بعد فتره بيبان طريقه اللعب. وخلينا نقول برضو يمكن النادي الأهلي بيختلف شوية، ممكن أنت ما تروح مكان تاني تقول أن القماشة اللي موجودة عندي أو نوعية اللعيبة اللي موجودة عندي بتجبرني، أو الأهداف الخاصة بالنادي، لو أنت عاوز فرقة ساعات بتبقى كل هدفها أنها تفضل في الدوري العام أو تفضل في مركز معين، فبتلعب بتحفظ شوية، لكن النادي الأهلي مش دي أهدافه، فبالتالي ما ينفعش يتقال عليك أنك مدرب دفاعي، لأنك بتنظر إلى البطولة بتبقى عاوز تحقق بطولة. واعتقد ان الارقام اللي اتحققت السنه دي ما تدلش ان احنا بنلعب كره دفاعيه يعني خالص، بالعكس يعني. يعني والكلام جابنا عن العلاقه بينك ما بين جمهور النادي الاهلي، ليه تبدو وكانها متوتره؟ يعني حسام البدري بيحقق بطولات وارقام قياسيه وفاز بالدوري قبل ما ينتهي الدوري بمش عارف بكام اسبوع، ليه العلاقه تظهر للناس كانها متوتره؟ انا بتسال السؤال ده بشكل متكرر، ولكن الواقع اللي انا بحسه وبعيشه
مختلف عن كده خالص. ايه بقى الواقع؟ لان الواقع اللي انا بعيشه بحس بحب جماهير النادي الاهلي ليا، تقديرها ليا بشكل كبير جدا، بل بالعكس يعني الرسائل اللي بتجيلي والمقابلات اللي بتتم بيني وبين الجماهير بتاكد ان انا علاقتي وحب الجماهير ليا مميز جدا. كل ما بحس ان الجماهير قريبه مني ومرتبطه بيا اكيد دي بتفرق مع الدوافع الموجوده عندي بشكل كبير جدا. بس يعني انا فاهم كلام حضرتك طبعا كابتن حسام، لكن اللي ظاهر على الصوره انه جمهور الاهلي طماع شويه. انا بتكلم كده كزملكاوي على فكره طبعا. انا عارف يعني جمهور الاهلي طماع شويه. يعني احنا مثلا لو عندنا مدرب زي حسام البدري يعني نبوس ايدنا وش وظهر زي ما بيقولوا، ومع ذلك يعني مفيش علاقه تشبه علاقه جمهور الاهلي مع مدربه. انا اقصد مفيش علاقه يعني علاقه جمهور الزمالك مع مدربينه، لانه طبعا يعني بسم الله ما شاء الله يعني كتير قوي، يعني العلاقه سهله وسلسه رغم ان الزمالك ما بيحققش بطولات. فليه العكس؟ عبري انت بتتكلم في نقطه مهمه جدا، وبتتكلم في نقطه يعني الكمال لله وحده طبعا. يعني ممكن في بعض الاحيان احنا بنقول جماهير النادي الاهلي يمكن بنقول جماهير صعبه شويه، يعني خلينا نتكلم بوضوح، جماهير صعبه شويه زي ما حضرتك بتقول، لان في اغلب الاحيان بتيجي يعني تحصد النتائج والالقاب والبطولات، بتجد فعلا ان بتتحقق بنسبه كويسه جدا وبنسبه عاليه جدا وبنسبه مرضيه جدا، ومع ذلك تجد في بعض الاحيان صعوبه زي ما حضرتك بتقول. عكس برضو اما بتيجي تلاقي في انديه تانية لا، ممكن يبقى البطولات اقل والنتائج اقل، وتجد ان الجمهور لا صابر. انا بتفق معاك في هذه النقطه، واحنا بنحاول ان احنا تصل هذه النقطه الى جماهير النادي الاهلي، لكن برضو جماهير النادي الاهلي فيها ميزه كبيره جدا. يعني على كلمه الحلوه والمره، يعني اللي بتتقال في المدرجات فعلا دي كلمه واقعيه وفيها مصداقيه كبيره جدا من جماهير النادي الاهلي، لكن هي جماهير النادي الاهلي اتعودت على البطولات. فعشان كده يا ويل المدرب لو ما خدش بطوله، يا ويل لو اتغلب من ماتش. لا مش قوي مش قوي، بس هم بتبقى الجماهير يعني بتبقى حزينه، لكن مش هيويلوا يعني ولا حاجه، لان بالعكس طبعا يعني في اوقات بيبقى في عدم توفيق، بتجد الجماهير وانا صادفت الكلام ده كتير جدا، بتجد الجماهير وراك، جماهير مسنداك، الجماهير عارفه الظروف ايه، فمش في كل وقت، لكن جماهير النادي الاهلي زي ما انا بقول لك هي بتحب الفوز بشكل متواصل يعني. وبتحب نجوم النادي يعني طبعًا. يعني مدلعاهم نقدر نقول؟ لا مش مدلعاهم، بترتبط بيهم بشكل بترتبط بيهم أو. بترتبط بيهم بشكل طيب. هل ده يا كابتن حسام عفوا يعني اللي خلاهم يعني او خلى جزء او قطاع معين من الجماهير مش راضي عن سياسه الكابتن حسام البدري مع بعض النجوم زي مثلا عماد متعب؟ لا 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 لا، خلينا نقول على مدار التاريخ كله جماهير النادي الاهلي بترتبط باللعيبه بتاعتها، ومش عماد متعب بس، في اسماء كثيره جدا قبل عماد متعب ارتبطت بيها جماهير النادي الاهلي، نجوم كبيره باسمائها ارتبطت بيها جماهير النادي الاهلي، ولحظه عاوز اقول مش الفراق، لحظه الاعتزال اللي بتيجي بتبقى لحظه طويله جدا ما بين ان اللاعب ياخد قراره وما بين ان الجماهير تقتنع ان النجم بتاعها ده هيعتزل، ودي مر بيها كتير جدا زي ما مر بيها كابتن محمود الخطيب، كابتن ابو تريكه، نجوم كتير جدا، بركات، نجوم كتير جدا اما جم خدوا قرار زي حسام غالي في الفتره الاخيره، اما بييجوا ياخدوا قرار الاعتزال بيبقى صعب على جماهير النادي الاهلي، لكن جماهير النادي الاهلي عارفه ان الاهم والصرح والاسم بتاع الاهلي هو اللي يستمر، والاشخاص طبعا بتيجي وبتمر اسماء عظيمه زي اللي انا ذكرتها دي، لكن حب الجماهير بيبقى للنادي يعني. بس يعني برضو جزء، انا ما بقولش بكل الجماهير، جزء من الجماهير شاف ان حضرتك يعني ظلمت بعض النجوم منهم. لا انا عمري ما ظلمت عماد متعب، انا عمري ما ظلمت وعماد متعب، انا دائما زي ما انا بقول عماد متعب انا يعني في فتره نضوجه وفتره ان هو ينتقل من مرحله الشباب الفريق الاول، انا اول من قدم عماد متعب للكابتن صالح سليم وقلت له ان ده هيبقى راس حربه النادي الاهلي وراس حربه مصر، وفي نفس الوقت انا من افضل يعني الناس اللي انا اشدت بيهم هو عماد متعب على مدار تاريخه، لكن هي دي سنه الحياه، كل وقت بيبقى فيه ليه خلاص طبعا كل وقت هي سنه الحياه، لكن عماد متعب برضو من اللعيبه المميزين جدا جدا اللي جم على في تاريخ النادي الاهلي يعني. طب البعض برضو بيقول ان حضرتك قافش على شريف اكرام. لا في
ازاي؟ طب ازاي اتقال على حسام البدري ان هو يعني كلمه قافش على شريف اكرامي؟ والسنه اللي فاتت لما توليت المسؤوليه كان في قرار، يعني مش قرار يعني، كان في المدرب اللي اسمه مارتن يول قال ان انا مش هشارك شريف اكرامي ثاني خالص، وان انا يعني حتى قال يعني انا مش عاوز اذكر حتى التصريحات اللي هو قالها، ومع ذلك بعد عودتي وما توليت المسؤوليه انا اللي اديت الثقه لشريف اكرامي، وانا اصريت ان شريف اكرامي يرجع لحراسه النادي الاهلي تاني. والعام السابق شريف اكرامي لعب بشكل منفرد، يمكن ما فيش حد شارك معاه الا مباراه بسيطه جدا، لكن السنه دي حصلت اصابات لشريف اكرامي، وفي نفس الوقت ادينا فرصه للشناوي فاجاد، فاصبحت المنافسه ما فيهاش انفراد من شريف اكرامي، اصبح عندنا الشناوي واصبح عندنا شريف اكرامي واصبح عندنا علي لطفي. هي دي قصه بمنتهى الوضوح. ايه اللي ناقص شريف اكرامي علشان يعني يعيد امجاد حراس المرمى الكبار زي والده الكابتن اكرامي، زي الله يرحمه ثابت البطل، زي ربنا يديله الصحه؟ طبعا شريف مش ناقصه حاجه يعني شريف مش ناقصه حاجه، لكن شريف في فتره في الفريق على كل المراكز وعلى كل المستويات بيبقى في اوقات لاعب منفرد شويه بالمركز اللي هو بيلعب فيه، وفي بعض الاحيان بتيجي تلاقي منافسه بيظهر حد جديد بينافس، فبالتالي بدل ما كان في انفراد لهذا اللاعب بالمركز بشكل متواصل اصبح في مشاركه ثانيه. فهي دي الحاله اللي بيعيشها شريف اكرامي، بيعيش حاله تنافس مع حراس مرمى اخرين زي الشناوي وزي علي لطفي. بعض النقاد بيقولوا انه الشناوي دلوقتي هو الحارس الاول لمصر، حضرتك متفق معاهم؟ لا، في الفترة الأخيرة هنقول هو أفضل من أدى مباريات في الفترة الأخيرة مع النادي الأهلي، فبالتالي أصبح هو أفضل واحد على في الصورة دلوقتي في الوقت الحالي. لكن أنا برفض كلمة أن هو رقم واحد، لأن في حراس مميزين زي ما أنا بقول، يعني في الشناوي بتاع الزمالك طبعا إن شاء الله يرجع بالسلامة إن شاء الله، وفي شريف إكرامي موجود، وفي علي لطفي، وفي عواد حارس مرمى الإسماعيلي، كل دول حراس مرمى مميزين يعني. والحضري، إحنا نسينا الحضري. والحضري طبعا طبعا يزعل مننا الحضري يزعل؟ لا طبعا، ما حدش ينسى الحضري يعني، الحضري طبعا حارس مميز يعني طبعا. واحنا في اجواء كاس العالم دلوقتي كابتن حسام، البعض متخوف من طريقه لعب كوبر في كاس العالم، تتوقع انه ممكن كابتن كوبر يغير من طريقه لعبه قدام الاورجواي قدام روسيا قدام السعوديه ولا؟ والله يعني اذا كنا احنا متخوفين في الفتره اللي فاتت فيجب ان احنا لا نساند كوبر في الفتره اللي جايه. ليه؟ لان الفتره اللي جايه طبعا ده كاس عالم، حضرتك بتقول كاس عالم، وهيلعب مستويات مختلفه خالص، فبالتالي لازم يلعب بواقعيه. واحنا يمكن الفتره اللي فاتت كلنا كنا بنتكلم ان كوبر واقعي في طريقه لعبه، فبالتالي بيحب يحقق الاهداف بس دون امتاع في الـ في الـ في الاداء وفي الاسلوب. لا، مطلوب الفتره الجايه ان هو يبقى واقعي، لان كاس العالم طبعا مختلف ولازم يحترم الفرق بشكل كبير جدا، ولازم يلعب بواقعيه. بس اتمنى يلعب بالواقعيه ان شاء الله، ان هي توصلنا لدور بعد كده ان شاء الله. ما تبقاش واقعيه ان احنا نستكفي بالثلاث مباريات اللي هنلعبهم وبس. لا، اتمنى ان شاء الله نروح بعد كده. ايه اصعب مباراه في الثلاث مباريات دول يا كابتن حسام من وجهه نظرك؟ والله يعني بالحسابات كده اعتقد طبعا اورجواي، يعني هي طبعا باللاعبين اللي موجودين عندهم، وفي نفس الوقت كميه كبيره جدا من المحترفين على مستوى انديه كبيره جدا ومستوى انديه عاليه جدا، فاعتقد هو ده هيبقى اصعب ماتش يعني بالنسبه لنا. ماتش روسيا والسعوديه اسهل شويه؟ شويه، لكن برضو مش سهلين يعني. يعني الفرقتين طبعا، السعوديه شفنا الكره متقدمه فيها ازاي دلوقتي، وروسيا اكيد طبعا الكره برضو فيها جيده يعني. والله مش جيده قوي. لا، ما طبعا مش جيده، بس احنا بنتكلم برضو يعني على ارضهم وسط جمهورهم طبعا، مختلفه على ارضهم، وكاس العالم موجود عندهم. لا، وبعدين المباراه تقام في سان بيترسبورغ، دي بلد بوتين، حاجه قلت لي طبعا جميله جدا طبعا، جميله جدا حكيت لك انا عنها. بس كمان الجمهور يعني اعتقد هيبقى عامل اكيد هيبقى عامل مساعد، لكن ان شاء الله باذن الله المباراه الاولى اي نتيجه ايجابيه فيها هتساعدنا بشكل كبير ان شاء الله في اهدافنا في الدور ده باذن الله. رغم ان حضرتك بتقول ان المباراه الاولى هتكون الاصعب، بس ممكن ان شاء الله يتحقق فيها نتيجه ايجابيه ان شاء الله. طيب، واحنا بنتكلم برضو عن المنتخب وتالق نجمنا الكبير محمد صلاح، هل حضرتك شايف انه جرعه الاهتمام الزايده بمحمد صلاح ممكن تشكل عبء نفسي عليه، انه يعني كل الامال معقوده على محمد صلاح، رغم انه بسم الله ما شاء الله المنتخب يعني فيه مواهب كتير؟ هو بالتأكيد يعني محمد صلاح بشر،
واي بشر طبعا ما بيبقى عليه ضغوط كتيره طبعا اكيد بيبقى ليها حسابات، وفي نفس الوقت اكيد بتاخد من تفكيره واكيد بتاخد من انشغاله، وبالتالي بتسبب عليه ضغط طبعا في بعض الاحيان. فاعتقد ان في موضوعات بنتناولها بشكل ايجابي جدا مع محمد صلاح، اما بنظهر الايجابيات اللي بتبقى نتيجه رد فعله في تصرفات كثيره جدا بتبقى ايجابيه ونموذجيه انا بقول. وفي نفس الوقت انطباع الاخرين عن محمد صلاح اما بنظهره بشكل كويس بالعكس ده بتبقى فيها ايجابيات كثيره جدا لينا كمصريين بشكل عام وللنشء بتاعنا والاجيال اللي هي موجوده بشكل خاص، فبالتالي ممكن نتناول الموضوعات بشكل ايجابي. لكن احنا بنكثر من موضوع متابعه محمد صلاح وتناول الموضوعات الخاصه بمحمد صلاح، واعتقد ده طبعا مش في صالحه، لكن انا متاكد ان التطور اللي حصل لمحمد صلاح نتيجة ان هو اشتغل على نفسه بشكل كبير جدا سواء على المستوى الفني او على المستوى الشخصي. ويمكن يعني انا اسف ان انا اتطرق لموضوع زي ده، لكن انا كنت سعيد بيه. الحفلة الاخيرة بتاعت اختيار افضل لاعب في انجلترا سعدت جدا لما لقيت محمد صلاح موجود في بيت ازياء. مش عاوزين نقول نبالغ عشان برضو ما نقولش مبالغة او نقول، بس انا حسيت ان محمد صلاح بيتماشى مع الحدث وبشكل احترافي في بيت ازياء، يعني عشان عشان بيلبس يعني يلبس اللبس اللي هو هيروح بيه الاحتفال، فبالتالي فيه اهتمام. فبالتالي هو بيعكس وجهه اولا لمصر قبل اي حاجه، تاني حاجه لنفسه، فبالتالي انا عجبني الاتيتيود والمنتاليتي بتاعته. هو بيتكلم انجلش حلو قوي بالظبط. المنتاليتي انك انت تبدا لكل حاجه بتمر بيها تخش في التفاصيل بتاعتها وتعمل التفاصيل بشكل يتناسب مع الحدث، هو ده اكيد بيدل على نمو محمد صلاح في عقليته. انا بقول حاجه بسيطه، ممكن البعض يقول لك ده فيها بذخ او كده، لا هي فيها احترافيه، فيها منتاليتي، فيها تطور كبير جدا. فاعتقد محمد صلاح بيشتغل على نفسه بشكل كبير جدا يعني كلاعب محترف طبعا. وحضرتك يعني ايضا مدرب محترف، يعني الى جانب انك دربت في مصر، دربت بره مصر، دربت المريخ السوداني، دربت الاهلي الليبي، واخدت بطوله دوري في السودان مع المريخ السوداني. تمام. التجربتين دول كانوا يعني متهيألي كان فيهم صعوبه شويه يا كابتن حسام. فيهم صعوبة وفيهم فايدة كبيرة جدا. فيهم فايدة كبيرة جدا جدا جدا، لأن انتقلت من بيئة إلى بيئة أخرى. فبالتالي كنت براقب نفسي كويس قوي وبعدل في حاجات من نفسي للانتقال من جو إلى جو آخر، للتعامل بقول مع بيئة مختلفة شوية. فبالتالي زي ما انا اتكلمت برضو يعني مع اختلاف طبعا محمد صلاح في انجلترا يعني الصعوبات أكتر بكثير والالتزامات عليه اكتر بكثير طبعا، لكن يعني اشتغلت على نفسي برضو عشان انا اتناسب واتماشى مع الجو اللي انا موجود فيه والمنتاليتي اللي انا موجود فيها، فبالتالي احط اسباب النجاح حواليا. ودي من ادوات الاحتراف طبعا. ودي من ادوات الاحتراف. اي عمل حضرتك لما بتنتقل من قناه لقناه، من بلد لبلد، صحيح. اكيد كل الكلام دوت في حساباتك يبقى موجود، وبتعمل تعديلات شويه، بيبقى في شويه تعديلات، فبالتالي هو ده الاحتراف وده المنتاليتي اللي هو اي واحد لازم يفكر فيها. طب بمناسبة الاحتراف، يعني أحسن لمحمد صلاح أن يروح ريال مدريد ولا برشلونة من وجهة نظرك؟ والله طبعا بنتمنى التوفيق ليه، يعني الحتة اللي هيروح فيها يبقى موفق، لكن أعتقد الأجواء بتاعت ريال مدريد تناسب محمد صلاح شوية. رغم أنك أنت بتشجع برشلونة. أنا بشجع طبعا، بشجع برشلونة وأتمنى أن محمد صلاح يبقى موجود في برشلونة. لكن لو اتكلمنا على برشلونة هتكلم من ناحية فنية، فرصة صلاح هتبقى صعبة عشان جنب ميسي؟ لا، عشان مش جنب ميسي، هو جنب ميسي وفي نفس المكان. احنا لو بصينا لطريقه لعب برشلونه وميسي هتجد ان هو يمكن في نفس المساحه اللي بيتحرك فيها وبيلعب فيها محمد صلاح، فمش هينفع ما تيجي تروح برشلونه تجيب محمد صلاح على ناحيه الشمال خالص، لان ميسي بيلعب في الحته دي في الناحيه اليمين، وبالتالي لو انت دخلت في منافسه في الحته دي قد تكون في يعني مش في صالح محمد صلاح في اشياء كثيره غير الملعب، لان انا متوقع وعارف التاثيرات اللي لميسي بيتحكم فيها داخل وخارج الملعب، ودي طبعا من متابعيه البرشلونه. انما افضل له يكون في ريال مدريد.
طبعا افضل ان اكون في ريال مدريد لنجاح محمد صلاح. لكن لو انا بتمنى طبعا اتمنى ان هو يبقى برشلونه عشان بشجع برشلونه يعني. لكن انا نفسي محمد صلاح ينجح يعني. بس يعني في ناس كتير ما اعرف طبعا يعني انت عارف حضرتك السوشيال ميديا والجرايد والتعليقات يقول لك انه رونالدو مش عايز محمد صلاح في ريال مدريد. بالعكس بنفس عليه وحاجات زي دي. رونالدو محمد صلاح لو راح هيفيد رونالدو بشكل كبير جدا. لكن محمد صلاح لو راح برشلونه مش هيبقى يعني هيبقى فيه اعتقد مشاكل كثيره جدا واعتقد ممكن تكون مش لصالح محمد صلاح يعني. طيب برضه في موضوع الاحتراف وارجع لتجربه حضرتك الاحترافيه في السودان وفي ليبيا. لو حضرتك عرض عليك وانت مدرب محترف دلوقتي انك انت تدرب مع كل الصلاحيات اللي حضرتك تطلبها تدرب نادي الزمالك توافق؟ انا عرض عليا الموضوع ده قبل كده ويعني اتعرض عليا وكان عن طريق رساله طبعا برضو جات لي وكنت بتولى مسؤوليه المنتخب الاولمبي وقتها اعتذرت طبعا لارتباطي كمدير فني للمنتخب الاولمبي. وفي نفس الوقت دايما بقول الانديه الكبيره نادي الزمالك ده نادي كبير ونادي عظيم يعني فعلا نادي كبير ونادي ليه شعبيته وجماهيره. لكن انا بقول بالعقليه اللي موجوده عندنا في مصر لغايه الان طبعا برضو في عندنا عاطفة بشكل كبير جدا فالعواطف دي بيبقى ليها حسابات ولازم نحترم العواطف لان اما بتشتغل برضه في شغل ما يجيبش ان انت تاخد كل الاسباب اللي خاصة بالعقل بس في حاجات بتبقى خاصة بالعقل وفي حاجات بتبقى خاصة بالعواطف لازم كل الحسابات دي تبقى في حسابات عواطفك كلها مع الاهلي فلا مش عواطفي بس عواطفي وكل اللي حواليا لو انا في الزمالك هيبقى عواطفهم مع الزمالك بس حضرتك يعني هيبقى ضد رغبه هيبقى ضد رغبه ان انا حسام البدري اللي جاي من النادي الاهلي وانا بالتالي كواحد اتربيت في النادي الاهلي وعشت في النادي الاهلي ممكن عواطفي ما تتحولش بشكل سريع جدا مع نادي الزمالك فدائما بقول نادي الزمالك لابنائه والنادي الاهلي لابنائه بس احد اعظم ابناء النادي الاهلي اللي هو كابتن محمود الجوهري عملها وخد بطوله مع الزمالك تمام لكن دي كان برضو لظروف معينه كان بيعيشها كابتن جوهري في الوقت ده وكل ظروف يعني او كل وقت وله ظروفه فدايما بقول طبعا انا بسعد وبتشرف دائما ان ما بتتقال الكلمه ديت لان بشوفها من جماهير نادي الزمالك لما بتقول لي اما طلبت من نادي الزمالك كنت سعيد جدا 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 لاسم وحجم نادي الزمالك ان هو يفكر في حسام البدري لكن دايما بقول نادي الزمالك لابنائه ونادي الاهلي لابنائه. جميل جدا وحضرتك بتجاوبني بتبتسم وبتضحك وبيقولوا ان حسام البدري ما بيضحكش ولا بيقول لا بضحك وبحب الضحك جدا يعني طيب بحب الضحك بس يعني طب مين اللي بيقول عليك انك ما بتضحكش؟ الظالمين الظالمين بس دول كتار جدا يا كابتن حسام كتير جدا لا هو انا عاوز اقول لك حاجه ينفع واحد هو هناخد امثله انت بتشوف مورينيو عمرك شفته على الخط بيضحك؟ جيب لي لقطه بس بعد الخط ممكن جيب لي لقطه شفت مورينيو طب ما انت بعد الخط ما انا بعد الخط وبضحك اهو وبضحك كتير جدا في اوقات بعد الخط لكن مين بيضحك حتى وانت فايز حتى وانت يعني لا فريقك لا بضحك 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 بس وانا على الخط ما بفكرش في الضحك خالص طيب احنا دلوقتي عمالين نشوف نجلاء وهي بتحضر لنا مائله السحور شمين الريحه شميت الريحه الجميله كمان في ريحه جميله طيب حضرتك بتشير دلوقتي لمورينيو هل مورينيو شايفه يعني مثل اعلى ليك يعني او لا يعني مورينيو طبعا مدربين العظماء برضه يعني يعني لكن انا في بحب انشيلوتي كمان بحب زيدان بحب جوارديولا بحبه جدا جوارديولا طبعا ده هو افضل مدرب عندي يعني كل دول طبعا بحبهم ومورينيو طبعا مدرب عظيم طبعا طيب لو يعني احنا بنفترض برضه فرضيات لو كابتن كوبر ما كملش مع المنتخب بعد الكأس العالم وعرض عليك تتولى المهمة دي توافق؟ أكيد طبعا يعني أي مدرب بيتمنى ويبقى حلمه وشرف كبير جدا هو يتولى وده فعلا الحلم اللي متبقي لي إن شاء الله إن أنا أتولى الإدارة الفنية لمنتخب مصر إن شاء الله إيه اللي ممكن تقدمه بعد كأس العالم؟ إيه الفريق يعني المنتخب المصري محتاج إيه بعد كأس العالم؟ محتاج بقى ان هو يبقى عنده فريق ثابت بقى بمجموعه الشباب الموجوده دول باداء متطور شويه يعني اداء فيه تطور شويه لكن عندنا مجموعه شباب مميزين جدا وفي وسطهم محمد صلاح فاعتقد ان احنا ممكن نقدم كوره بشكل متطور وشكل جميل يعني ان شاء الله باذن الله. طيب اسمح لي يا كابتن حسام نروح نسحر ونكمل حوارنا طبعا على مائده الصحر يا ريت اتفضل كابتن
ابو تريكه جابون ابو تريكه وشريف عبد الفضيل شريف عبد الفضيل ومحمد فضل ثلاثه واحد مصر. دي من المباريات اللي وانا مدير فني وانت مدير فني وكمان احنا طبعا يا جماعه يعني بنتكلم مع الكابتن حسام على اهم المباريات المحوريه في حياته الكرويه كمدير فني وكلاعب سنه 81 81 كسبنا 1-0 وكان مدير الكره كابتن حسن حمدي وعمل لي مكافاه خاصه بجد كان ساعتها 200 جنيه 200 جنيه 200 جنيه سنه 81 ساعتها 1-0 الاهلي خد الدوري خدنا الدوري كالعاده يعني كنا خدنا الدوري مين اللي جاب الجون فاكر زكريا نصر كابتن زكريا نصر دايما احنا دايما اتفضل يا كابتن دايما احنا بنتكلم نقول الجيل الذهبي هو يعني الاجيال الذهبيه دي كام جيل عندنا يعني ايام حضرتك كنا بنتكلم مثلا عن الجيل الذهبي بتاع حسن حمدي كابتن حسن حمدي والسبعينات دي في البدايه بتاعتنا كان في جيل ذهبي طبعا في السبعينات الكابتن حسن حمدي بس من وجهه نظرك الجيل الحالي ده وسط كل الاجيال دي يعتبر ايه جيل ذهبي فضي خشبي ايه بقى لا ذهبي لا ذهبي لا ذهبي لا لسه ليه بقى لا في اجيال جت دول وصلوا كاس العالم طبعا كابتن. طبعا لا في اجيال جت هندوق دلوقتي في اجيال طبعا جت مميزه يعني على مدار الكره المصريه طبعا وفي النادي الاهلي ونادي الزمالك فيه طبعا في سنين متشاور عليا طبعا قالوا لي بلغوني قبل ما ابتدي التصوير قاعد عاملين لي خطين كده خط حمر شكرا ففي اجيال الجيل ان شاء الله ربنا يسهل ان شاء الله ونلقبه بالجيل الذهبي ان شاء الله كاس العالم طبعا هتبقى فارقه كبيره جدا في تاريخ الجيل الحالي اتمنى ان شاء الله لكن في اجيال طبعا لا يعني الجيل الحالي فيه لعيبه كويسه لكن لسه يعني الانجاز الاول طبعا هو تاهله من كاس العالم لكن عاوزين بقى ان شاء الله لسه شويه شويه طبعا ان شاء الله انت بقيت زي جماهير الاهلي طماعين شويه بقينا طماعين تربيت على كده مش عارف ماتش 6-1 حضرتك كنت فين كنت مساعد والله كنت مساعد مع جوزيه من الماتشات طبعا الماتشات اللي لا تنسى مش كده وكان قبليها برضو يعني كان فتره طويله كانت نتائجنا مع الزمالك ما فيهاش استقرار ان احنا نفوز لفترات طويله كان في اوقات الزمالك برضه بيفوز واحنا بنفوز فكانت المباراه دي بقى فارقه معانا كان الاهلي النتيجه ان احنا نفوز 6-1 والاداء ده وبعدين بعد كده استمرت بقى الانتصارات لفتره طويله بقى. انا فاكر انا كنت بره مصر وما كنتش متابع حد بيقول لي طب الحمد لله بيقول لي الصدمه جت بسيطه شويه الاهلي كسبكم 6-1 قلت له لا انت بتهرج طبعا بقول لك الصدمه جت بسيطه شويه قعدت يومين ما اتكلمش اكيد طبعا يمكن برضو من ضمن الماتشات اللي احنا فاكرينها وانا جيلي انا فاكرها الماتش اللي هو بتاع اللي حسام حسن وابراهيم حسن كانوا صغيرين لما المدرب لعب بالاشبال 3-2 الإدارة الأهلي كنت وقتها أنا لاعب بقى ووقتها كان الكابتن صالح سليم قرر إن هو هيلعب بالناشئين سنة 84 بالظبط والكابتن جاري هو كان المدرب وخلاه برضه كان مدرب للفريق الأول وخلاه يتولى مجموعة الشباب الناشئين دول وفازوا على الزمالك صح 3-2 لو لا قدر الله حصلت ظروف مشابهه تتخذ القرار ده تلعب بالناشئين لو حصل تمرد مثلا في الفرقه طبعا طبعا وليه لا يعني تملي دائما النادي الاهلي دائما قراراته التربويه بتبقى سليمه يعني مش بس النادي الاهلي وحسام البدري لا النادي الاهلي والنادي الاهلي فعلا علمنا كده يعني القرارات التربويه مهم جدا في التوقيت بتاعها ومهم جدا التاثير بتاعها بيبقى عامل ازاي وفي نفس الوقت مهم جدا للمستقبل يعني للناس اللي بتتوالى وتتولى المسؤوليه بعد كده يبقى في ثوابت موجوده في القرارات وفي كل حاجه في الالتزامات اللي على كل واحد على العيب على اللاعب وعلى المدير الفني فاعتقد النادي الاهلي بيحظو يعني في الحته دي بشكل مميز صحيح يعني واخر يمكن القرارات دي اللي حصل لعبد الله السعيد كابتن الخطيب القرار اللي خده كابتن الخطيب طبعا طيب نبعد شويه عن الكوره نخلينا في رمضانيات بقى رمضان بقى وطقوسه بالنسبه للكابتن حسام البدري عامل ازاي
رمضان طبعا شهر جميل، ودايما انا بقول بتمنى ان الناس يعني يبقى كل السنه رمضان، لان بتجد ان في رمضان الناس لا صعب نصوم يعني نصوم لا مش بالصيام أنا لا الصيام مش بتكلم على الصيام، بتكلم على تصرفات الناس ومعامله الناس مع بعضها والصبر اللي بيكون موجود عند الناس بيختلف خالص في شهر رمضان. صحيح. بتجد الناس عندها هدوء سماحه كده، بتجد ان في سكينه عند الناس، بتجد ان في عزله شويه ايجابيه عند الناس. اتمنى طبعا ان دي تبقى موجوده، دي يعني بقول دايما دي يعني ظاهره صحيه، يعني لو دي موجوده ونشوفها، انا بشوفها يعني بره ما بسافر في بلاد بتبقى الدنيا هاديه كده، التعامل بهدوء، في تسامح. فاتمنى ان شهر رمضان يبقى طول السنه في التعامل مش في الصيام. في التعامل اتفضل. انا عارف الصيام صعب واضح طبعا هيبقى، لكن في التعامل يعني. بمناسبه صعوبه الصيام يا كابتن حسام، في ضجة حصلت الفترة اللي فاتت انه المنتخب يعني في معسكره، معسكر الاعداد في روسيا، يعني المفترض، في ناس قالت انه المفترض اللعيبة ما يصوموش، ناس تانية قالت لا يصوموا، يعني الناس اللي هم قالوا ما يصوموش دول استندوا الى ان المنتخب في مهمة وطنية وقومية والى اخره. حضرتك واجهت يعني مواقف زي دي وانت لاعب او انت مدرب؟ طبعا طبعا طبعا. حصل مره في نهائي بطوله افريقيا في ساوث افريكا، كنا بنلعب سان داونز، وكانت مباراه الذهاب، وكانت في رمضان وكنا بنلعب الظهر، وكنت انا برضو مساعد مع مانو جوزيه، طبعا خدنا مجهود كبير جدا ان احنا نقنع اللعيبه ان هي تفطر، يعني تفطر طبعا، وجبنا لهم بقى الفتوى الشرعيه، يعني كان في المية فطر وكان مش عايز تقريبا اسماء يعني تقريبا تقريبا ما يقرب من 90% يعني فطر، يعني وال10% كملوا يعني عدد قليل جدا هو، وكنا عملنا حتى اطمأننا ان النسبه مش هتعمل دروب في الـ في الـ في, الـ في الفرقه وفي اداء الفرقه، فجبنا لهم الفتوى الشرعيه وفي ناس اقتنعت وفطروا، والحمد لله كسبنا هناك حتى يعني لا تعادلنا هناك 1-1، تعادلنا هناك 1-1 بجون سيد عبد الحفيظ، وكسبنا هنا 3 خطيب وخدنا البطوله. كابتن حسام، حضرتك يعني اسريا بقى هل بتتلموا في رمضان؟ انا عارف ان بنت حضرتك والاسره في كندا. في المانيا وكندا، الاسره منقسمه. طب يعني عايش ازاي الاجواء الرمضانيه؟ لا اجواء رمضان طبعا بنحاول طبعا ان هم يبقوا متواجدين طبعا في رمضان، ومتواجدين مش على طول، بيبقوا متواجدين كل الشهر، في فترة بيبقوا متواجدين هنا، وعندنا طبعا ثوابت، وهي تجمع بقى الأسرة الكبيرة بشكل عام، يعني العيلة. والدتي مع اخواتي مع عيلتي، يوميا بقى بيبقى في تنظيم ان احنا كل يوم بنبقى متجمعين في حتة على الفطار، ويعني الدايرة بتدور بقى طول شهر رمضان، بالإضافة طبعا الى بعض الأصدقاء، طبعا بتبقى في عزومات عند بعض الأصدقاء، وفي نفس الوقت لو انا مش موجود في مسؤوليه طبعا فنيه بيبقى عندي وقت طبعا افضل ان انا اعيش بقى جو رمضان، اللي هو بالليل طبعا بقدر اروح اماكن زي الحسين، بيبقى عندي الوقت وعندي الامكانيه ان انا اروح، وفي نفس الوقت لابد ان انا اخطط طبعا برضو بعض الوقت مع الاصدقاء، يعني لازم الاصدقاء. اصدقاء من الوسط الرياضي ولا من خارج الوسط؟ يعني الوسط الرياضي قليل جدا الاصدقاء، لكن عندي برضو بعض الاصدقاء يعني في الوسط الرياضي، لكن معظمهم خارج الوسط الرياضي. طيب احنا ما تجرب ال انا هجرب شكرا نجرب سي شكرا واحنا برضو بنتكلم عن المنتخب. شكرا. تمام. يعني الانجاز اللي حصل بعد 28 سنه ووصلنا لكاس العالم، خلينا برضو نشوف كره القدم في مصر وما يحيط بها كسلعه. يعني سؤالي هو انه هل نكتفي باللي احنا وصلنا له، ولا نستثمر في هذه السلعه، نستثمر في الانجاز اللي تحقق؟ يعني لا، كرة القدم بقت صناعة كبيرة جدا جدا جدا، وبنشوف الكلام ده، واللاعبين المصريين يعني بيشوف الكلام ده ويلمسوه، بالذات لما بيحترفوا بره
بيشوفوا ان صناعه كره القدم. كنت لسه بتكلم معاه كان على محمد صلاح وارتباطاته خارج الملعب وارتباطاته خارج ليفربول الكوميرشال اللي ممكن بيستفيد بيه هو محمد صلاح، فبالتالي كلاعب بيستفيد بيه، وفي نفس الوقت بيبقى دخل برضه لمصر، لان اكيد اي دخل لاي لاعب من في الاول وفي الاخر بيتحول لينا هنا برضه. فكره القدم بقت صناعه كبيره جدا، وبنشوف الكلام ده حتى يعني بشكل داخلي هنا في مصر، ففي تطوير كبير جدا في التسويق وفي الكوميرشال الخاص بكره القدم. اعتقد ان احنا بنخطو خطوات لكن لسه بدائيه جدا وبعيده جدا طبعا، لكن في تطور حصل، والمنتاليتي نفسها بتاعت الادارات ابتدت تختلف، وحتى اللاعبين يعني اللاعبين بداوا يشتغلوا على نفسهم، يعني ادركوا انه هو ممكن يستخدم نفسه مش داخل الملعب بس، ده داخل الملعب وخارج الملعب، فبالتالي اختلفت بشكل كبير طبعا. صحيح. مساله عوده الجمهور بقى يعني بصراحه الملعب وهو فاضي واهلي وزمالك بيلعبوا، مش عارف يعني مش مقنعني ان دي مباراه قمه يعني. اكيد اكيد الجماهير طبعا مهمه جدا جدا جدا، ونتمنى عوده الجماهير، لكن دائما انا بقول ان ببعت رساله للجماهير لازم يبقى عندنا التزام، لان كل مره بنحاول نعمل التجربه دي في الفتره الاخيره بيحصل اسباب بتعطل القرار بعوده الجماهير. فانا تملي بوجه لهم نداء، يعني خلينا عندنا وعي، وكل لما تيجي فرصه تبقى ايجابيه بحيث فعلا القرار يتاخد بعوده الجماهير بصفه ان شاء الله باذن الله دائما ان شاء الله. الماتش الاخير للزمالك فاز فيه 2-1، ظروفه كده كانت شويه يعني غريبه كابتن حسام، يعني الاهلي في الشوط الثاني قدم جيم حلو قوي فنيا وكله، بس كان في توتر كده عن اللعيبه، وفايزين فايزين بالدوري وفايز يعني ليه؟ لا انا عاوز اقول يعني المباراه بشكل عام طبعا زي ما انا بقول فعلا يعني كانت النقاط ما تفرقش وما تاثرش، لكن هي مباراه قمه، كان في شد كده، كان في عصبيه دايما. انا ما قلت يعني حتى انا في المؤتمر بتاعي انا متذكر مؤتمر ما بعد المباراه قلت ان كان في فوضى في الملعب، والفوضى دي لابد يبقى فيها يعني حد بيتحكم في الفوضى دي، يعني انا ما حددتش مين بالظبط، لكن في فوضى كانت موجوده في الملعب اعتقد كان ليها تاثير سلبي كبير جدا. وبقول طبعا برضو النادي الاهلي كان عنده باد لك كبير جدا، ان الشوط الثاني ضاع منه فرص كثيره جدا طبعا، والزمالك كان موفق جدا في المباراه دي، لان الفرص البسيطه كان يعني كان موفق في المباراه دي، يعني يمكن الفرصتين اللي جوله اخطاء برضو من لعيبه النادي الاهلي بالرغم ان احنا كنا محذرين منها، لكن كان في توفيق لنادي الزمالك، وانا هنيت نادي الزمالك قلت له مبروك يعني. طب هل الفوضى اللي حصلت اللي حضرتك قلت عليها دي كان بشكل او باخر الحكم سبب فيها او اكيد انا يعني مش عاوز اتطرق للتحكيم دائما ما بحبش اتطرق، لكن انت علاقتك متوتره دائما مع الحكام؟ لا مش متوتره، بس بشوف حاجات غريبه جدا يعني حضرتك، انا بشوف قرارات غريبه جدا يعني دائما الحكام بيتاثروا باشياء غريبه جدا، وفي حكام بيعتقدوا ان القرارات العكسيه مع الانديه الكبيره دي اضافه لشخصيتهم او كده، في حاجات غريبه بشوفها، فبعض الاحيان هي دي بتخليني عصبي في بعض الاحيان، لكن بتفق معاك ان مباراه الاهلي والزمالك الاخيره اللي شفناها كان في فوضى، والفوضى دي سببها ان ما كانش في يعني سيطره في الملعب، يعني ما كانش في سيطره في الملعب. يعني مش عارف هل ده يخلينا نقول انه الافضل لمباراه الاهلي والزمالك انه يحكموها حكام اجانب؟ طبعا طبعا، انا بقول عشان نتجنب ما يبقاش في احتقان، ما يبقاش في مشاكل، ما يبقاش في صوره سلبيه عن الكره المصريه، لان دائما مباراه الاهلي والزمالك دي بتبقى متشافه بشكل كبير جدا حتى على مستوى دول كثيره جدا، خاصه بالناحيه التسويقيه اللي احنا قلنا عليها، في بعض الناس بيشوفوها من ناحيه التسويقيه اكتشاف بعض اللاعبين، والدول العربيه كلها بتشوفها، فحتى تسويقا لنفسنا طبعا اعتقد ان الافضل ان يبقى في حكم اجنبي يعني. والماتش ده اللي احنا بنتكلم عنه كابتن حسام يعني كان تحصيل حاصل بالظبط، ومع ذلك يعني كان في عصبيه كبيره جدا طبعا، ما بالك بقى لو كان مؤثر كان ممكن يعني يبقى في اكتر من كده يعني. الحمد لله نعود للصالون عشان كده تمام، والاكل جميل جدا جدا جدا. انت ما اكلتش؟ لا كلت، انا اللي عمال اكل. لا كلت مباراه وكلت وفراخ والله. طيب حاجه جميله وفول بالهنا والشفاء. نكمل على في الصالون نشرب الشاي. نعم
حسام البدري والشاي. الشريب شاي يا كابتن؟ اه طبعا والله اكيد، وبعد الاكل لازم الشاي. ده تحب الشاي كشري طبعا. ولا خلاص اتس تو ليت دلوقتي، متاخرنا في السؤال. لا كله هو جاي في شاي وفي كمان رز بلبن. اه عندوه اهو. طيب جميل جدا. كابتن حسام، موسمين في الاهلي، انهو اصعب، انهو موسم اصعب بالنسبه لك؟ اكيد الاول. ليه بقى؟ لان الاول بتبقى راجع بعد فتره، و الفتره دي طبعا ببقى متاكد ان في متغيرات فنيه طبعا. بغض النظر طبعا كل فتره ومدير فني بيبقى ليه وجهه نظر فنيه، فلازم بيبقى في تغيرات فنيه بتشتغل عليها وبتعدلها وبتشوف احتياجاتك وهل بتنجح ان انت تجيب احتياجاتك دي وبتبقى متوفره ولا لا، وفي نفس الوقت طريقه اللعب والنظام. ويمكن يعني لما بتبقى فتره طويله بالذات، انا جيت بعد اعتقد اربع مدربين، يعني في منهم ثلاثه اجانب، فكان في بعض المتغيرات طبعا، فبتبقى الفتره دي صعبه شويه ان انت تشوف الاجواء او تعدل الاجواء بما تراه طبعا مناسب ليك. فيمكن هي السنه الاولى كانت اصعب شويه، السنه الثانيه افضل. وليد ازارو لما جه الاهلي كان في انتقادات كبيره جدا، يعني لحسام البدري برضه. لحسام البدري كان في انتقادات برضه لحسام البدري، وبعد كده الانتقادات تحولت الى اشاده وايجابيات. رهنت على ازارو وكسبت الرهان. رهنت على ازارو وكسبت الرهان، وفي نفس الوقت في موضوعات كثيره زي اللي حضرتك اتكلمت فيها في الاول، برضه بيبقى فيها انتقادات وبتبقى غير منطقيه. يعني زي ما احنا بنتسال مثلا انت لعبت فلان ليه، بتبقى وجهه نظر فنيه طبعا واكيد، وبتبقى صحيحه 100%، لكن في بعض الاحيان بيبقى ما فيهاش توفيق. ودائما المدرب ما بيتكلمش عن كل حاجه، يعني ما يقدرش يتكلم على كل حاجه بالتفاصيل، لان في سلبيات بتبقى موجوده وايجابيات حتى ممكن ما تتكلمش عليها بالتفصيل. زي القائد العسكري اثناء الحرب طبعا ما ينفعش تتكلم على كل الكلام ده، فانت بتسمع كلام الجمهور وبتاخده وبتبتسم، لكن في اسباب كثيره جدا بتحتفظ بيها لنفسك. يعني بس يعني بتسمع كلام الجمهور بس ما بتبتسمش؟ لا ببتسم طبعا وبحترم اراء الجماهير، بل بالعكس بحب اسمع اراء الجماهير، لكن مش في كل الاحوال بديهم كل التصريحات بشكل مفصل، لان ما ينفعش كمدير فني. بتشوف اراء الناس على السوشيال ميديا يا كابتن حسام؟ لا انا بخش على السوشيال ميديا. لا 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 على الفيس لا لا خالص، لان لا فيس ولا تويتر ولا اي حاجه. لا تويتر ممكن اشوف كده، لكن الفيسبوك لا، لان زي ما انا قلت ما يجبش انك انت اما تكون في موقع مسؤوليه يعني تاخد كل الاراء، لان معظمها بيبقى زي ما قلت لك في الاول بالقلب، فالقلب ده طبعا يعني بيبقى بعيد عن الواقع والمنطق، فبالتالي انت ما تشغلش بالك وتتاثر. فخليك انت لا في اللي انت شايفه واللي انت محلله بشكل منطقي واقعي عشان تاخد قراراتك دون تاثير خالص. لكن اي حد على المستوى السياسي والرياضي وكل حاجه بياخد السوشيال ميديا معظمها بتبقى بالقلب ما مش بالعقل. بس حتى رؤساء الجمهوريات يعني بيبقوا نشطين على السوشيال ميديا. شفت مثلا ترامب مثلا كل دقيقتين ثلاثه يكتب تويتر على. لا ده مش مظبوط، يعني انا من وجهه نظري ان هو مش مظبوط. ممكن حتى كمسؤول انت تقرا تشوف، لكن انت ما تقعدش تكتب رايك كل استحاله زي ما انا بقول كل حاجه تتقال، يعني وبالذات لما تكون في موقع مسؤوليه ما ينفعش. يعني لو اتعملت كده طبعا يبقى فيها شيء من التهور. يعني اسره حضرتك بتتابع الماتشات بتاعه الاهلي رغم اكيد طبعا؟ لا متابعه طبعا دقيقه طبعا جدا في كل التفاصيل، وبتتفرج وبتقول ارائها رغم انهم بيفرحوا. رغم انهم زملكاويه؟ لا طلع اشاعات ما ينفعش خالص. اشاعات ايوه عشان تبقى حاجه للاثاره. لا ده ما ينفعش خالص، يعني اهلاويه طبعا من زمان، وبيتابعوا طبعا كل المباريات وبيقولوا ارائهم الفنيه وبيزعلوا وبيفرحوا. طبعا طبعا. طب ما فيش واحده فيهم تقول لك يا بابا بس يعني انت ليه طلعت فلان وخليت فلان؟ عندي عاليه كبيره. عاليه كبيره يعني، وعندي عبد الله برضه. عبد الله في بعض الاحيان، بس عبد الله يختار التوقيتات المناسبه. عاليه برضه عامله زي الجميل شويه، ممكن تقولها على طول على طول. فبيعجبني عبد الله ان هو بيختار التوقيتات المناسبه مناسبة. يعني لكن بعد الماتش بكم ساعة أو بكم ممكن يوم ممكن ويشوف الأجواء عاملة إيه وفيها ممكن طبعا فعنده منطقية شوية في قراراته يعني. تمام. طيب في بعض الأسماء كده كابتن حسام، يعني هقول لك إيه رأيك فيها وسريع يعني في عبارة أو جملة. أبو تريكة. أبو تريكة من لعيبة طبعا من الظواهر
في كرة القدم اللي أنا اتعاملت معاهم موهبة كبيرة جدا 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 وشخصية جميلة جدا جدا جدا. واتمنى ان يتكرر ابو تريكه تاني. يعني من الحاجات الجميله اللي انا كنت محظوظ ان انا كمدرب اتعامل معاها هي ابو تريكه. يعني يا محمد صلاح، محمد صلاح على فكره محمد رمضان طبعا ده برضه لاعب مميز جدا من لاعبي النادي الاهلي طبعا، وكان مسؤول لفترات طويله جدا، كان في الترسانه زمان، والترسانه لعيب مميز، هو قريب جدا ليا كشخص على الناحيه الشخصيه برضه، يعني صديق من اصدقاء الوسط الرياضي اللي احنا اتكلمنا عليهم محمد رمضان. فيمكن ما كناش محظوظين لانه فعلا هو اول واحد قال لي ان في لاعب كان مسؤول في المقاولين محمد رمضان، ماسك مدير كوره، وكان محمد عامر مدرب المقاولين، واتصل بي قال لي خلي بالك في لاعب في المقاولين اسمه محمد صلاح، حسام بقول لك لازم تتحركوا وتكلموا اداره المقاولين لان ده لاعب طبعا هيبقى موهوب جدا. وبالفعل اتحركنا وابتدانا الاتصال بالمقاولين، بس رفضوا بيع محمد صلاح، ما كانش لينا حظ، والحمد لله ان هو يعني ربنا كرمه يعني. جميل. النني، النني انا سعيد بمستواه في الفتره الاخيره، لان يمكن الفتره اللي فاتت ما كنتش انا راضي على مستوى النني قوي. حسام غالي، حسام غالي برضو من الظواهر في كرة القدم، وزي ما أنا قلت قبل كده أي مدرب يتمنى أن يبقى واحد زي حسام غالي لالتزامه وغيرته وحبه للفرقة اللي بيبقى موجود فيها والطاقة الإيجابية اللي بيديها للعيبة اللي حواليه بالالتزام في الملعب يعني. عبد الله السعيد، أنا حزين للي حصل لعبد الله السعيد، مش هقدر أقول أكتر من كده. هو إيه اللي حصل؟ لا حزين إن هو يعني اللي حصل له، الموقف اللي حصل له ان هو يترك النادي بالشكل دوت، فانا حزين يعني. هل في رجوع؟ هل تتمنى انه يرجع؟ والله ما اعرفش يعني، دي بقى يعني المستقبل هو اللي هيقول ايه يعني. ازارو، انا سعيد بازارو جدا لان هو اكد وجهه نظري، ومن الحالات برضو اللي كمدرب هتفضل مستمره معايا، لان في اوقات قراراتك دي بتخليها بتخلي مخزون عندك ممكن حالات تانية تيجي زي وليد أزارو وتاخد فيها القرار الصح. كابتن حسن شحاتة، عمل تاريخ كبير، وعلى المستوى الشخصي أنا بحبه جدا لأنه إنسان جميل ويستحق الإنجازات اللي هو عملها طبعا. هيكتور كوبر، أنا بحترم تعامله في قراراته، خد قرارات صحيحة وتعامل بمنطقية وحقق أهدافه بنسبة كبيرة جدا يعني. أيمن حفني، من اللعيبة اللي بيعجبوني في الملعب يعني. باسم مرسي، أتمنى يرجع لمستواه. طارق حامد، من اللعيبة اللي برضه معجب بمستواهم يعني. محمد إبراهيم، كان يستحق إن هو يبقى أفضل من كده يعني. أحمد الشيخ، مفروض إن هيرجع إن شاء الله، وأتمنى إن هو يرجع بشكل فيه نضوج أكتر عشان يفيد النادي الاهلي ان شاء الله. شريف اكرامي، انا من اكتر الناس اللي سندوهم ومقتنعين بيهم. احمد فتحي، احمد فتحي برضو ظاهره في الكره المصريه طبعا. تحب تقول ايه اخيرا لجماهير النادي الاهلي يا كابتن حسام؟ بقول لهم كل سنه وانتم طيبين بصفه خاصه، وجماهير مصر بصفه عامه كل سنه طيبين، لكن جماهير النادي الاهلي بقول ان انا بعشق جماهير النادي الاهلي، ودايما بقول لما بكون انا مش في موقع مسؤوليه ببقى احد جماهير النادي الاهلي. وبشكرك يا استاذ عمرو، اتشرفت ان اكون معاك ومع القناه، وكل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم. رمضان كريم، والله اكرم. وبكده تنتهي حلقتنا النهارده، نشوفكم بكره باذن الله، تصبحوا على خير.